الله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. بسم الله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نواصل الحديث والكلام عن المعجزة الخالدة، فأقول: جرت عادة الأقوام الذين انحرفوا بفطرهم فاتخذوا الأنداد والأوثان والشركاء من دون الله أن يعرضوا عن رسالاته وهداياته التي كانت تأتيهم عنه بواسطة صفوته من خلقه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وإن من أهم ما كانوا يعارضون به رسل الله أنهم بشر مثلهم، أي أن القوم لم يقبلوا أن يكون الأنبياء بشر، لم يستوعبوا هذا الأمر ولم يتصوروه ولم يقبلوه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. فكانوا يتهمونهم بالسحر تارة، فمرة يتهمونهم بالسحر كأصحاب ليكة الذين جابه شعيبا قائلين: قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. وبنفس الجواب أجاب أهل قرية أنطاكية رسلهم، قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وتارة يتهمونهم بالجنون: أفترى على الله كذبا به جنة. ومرة يتهمونهم بهما معا، أي بالسحر والجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ومن ثم كانوا يسألونهم إجراء خوارق الأمور حتى تكون حججا ودلائل على صدق ما ادعوه من أمر النبوة والرسالة. فاتونا بسلطان مبين. وهؤلاء قوم عاد يتعجبون عدم إتيان هود بالأمر الخارق، قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى إخبارا عن قوم هود أنهم قالوا لنبيهم: ما جئتنا ببينة، أي لم تأتينا ببينة بحجة. إذن قال العلامة ابن كثير: يخبر الله تعالى إخبارا عن قوم هود أنهم قالوا لنبيهم: ما جئتنا ببينة، أي بحجة ولا دلالة ولا برهان على ما تدعيه، أي من أمر النبوة والرسالة. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي بمجرد قولك اتركوهم، أي اتركوا عبادة هذه الآلهة من غير الله، نتركهم، أي بمجرد قولك اتركوهم، نستسلم لأمرك وننقاد فنترك عبادة هذه الآلهة من دون الله. وما نحن لك بمؤمنين، أي بمصدقين. انتهى كلام العلامة ابن كثير. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما زال قومه يؤكدون عليه، وفي مناسبات كثيرة
أن يأتيهم بآية أو معجزة تشهد بصدقه، وأظهروا له استعدادهم أن يتبعوه ويؤمنوا به إذا اقتنعوا أنه رسول الله حقا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقد بين الله عز وجل أنهم يطلبون الآيات والمعجزات استكبارا وتعنتا وتكذيبا وتعجيزا للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس طلبا أو بحثا عن الحق والإيمان. وهذا شأن المعاندين الجاحدين المستكبرين عن آيات الله. فقال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فكانت المعجزات كما أشرنا إلى ذلك في اللقاء السابق دلائل قاطعات وحجج واضحات وآيات ساطعات على نبوة الأنبياء وصدقهم فيما أخبروا به عمن أرسلهم إلى الناس. وبما أن العرب كانت للكلمة عندهم سلطة وقوة، فهي ترفع فيهم وتضع، جاءت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم وفق حكمة الله في إجراء المعجزات، فكانت من جنس ما برع فيه قومه وتفوقوا، وذلك حتى تكون أقوى حجة وأظهر برهانا وأصدق دليلا كما بينا في اللقاء السابق. إنه كلام باهر ونظم دقيق محكم، وذلك أن من نظر نظرة فاحصة إلى مجتمع العرب وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يظهر له جليا أن المجتمع كان مجتمعا جاهليا على جميع الأصعدة وفي جميع الأنحاء. ولذلك قال جعفر بن عبد المطلب لما سأله النجاشي عن الأمر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والدين الجديد الذي يدعو إليه، قال له: كنا في جاهلية جهلاء نعبد الأوثان ونئذ البنات ونقطع الرحم وهكذا. وإذا كان الأمر كذلك لا سياسة تشغلهم في بحث شؤون الدولة
وإصدار القوانين والأنظمة وبحث العلاقات السياسية مع الدول المجاورة، والاقتصاد يجمعهم للتداول في أمره، والتماس السبل الاقتصادية والمعاملات التجارية، أو صناعة تشغل وقتهم، أو زراعة تملأ فراغهم. إذا كان الأمر كذلك فإن الفراغ عندهم كبير، لم يجدوا ما يملؤوه به إلا الاجتماع في الأسواق والنوادي، وكانوا يملؤون هذه المجالس بما يعرف بالمحادثة. ومن ثم برع القوم في أساليب الحديث والخطاب، وتذوقوا بليغ هذه الأساليب، ويطربوا لبيانها وبديعها. ولا عجب أن عقدوا للكلمة أسواقا يعرضون فيها قصائدهم وخطبهم، فكانوا يتعاكذون، وما ذلك إلا لسلطة الكلمة بينهم. وحين أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة خيرا، واقتضت حكمته أن يبعث إليهم رسولا يخرجهم من الظلمات إلى النور، جاءت معجزته صلى الله عليه وسلم من جنس ما تفوقوا فيه، وملك ألبابهم وسيطر على عقولهم. جاءت معجزته قرآنا، كلاما يقرأ ويسمع، يملك البلاغة من أطرافها، ويملك الإعجاز من مجامعه. قال الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين في جامع البيان عن تأويل آي القرآن، قال رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كفاك حجة على حقيقة ما أتيتهم به، ودلالة على صحة نبوتك هذا القرآن من سائر الآيات، إذ كانت الآيات إنما تكون لمن أعطيها دلالة على صدقه، لعجز جميع الخلق عن أن يأتوا بمثلها. وهذا القرآن جميع الخلق عجزة عن أن يأتوا بمثله. إن كان ما أتيتكم به من هذا القرآن مفترا وليس بآية معجزة كسائر ما سئلته من الآيات، كالكنز الذي قلتم هل لا أنزل عليه، أو الملك الذي قلتم هل لا جاء معه نذيرا له مصدقا، فإنكم قومي وأنتم من أهل لساني، وأنا رجل منكم، ومحال أن أقدر أخلق وحدي 100 صورة و14 صورة، ولا تقدر بأجمعكم أن تفتروا وتختلقوا 10 صور مثلها، ولا سيما إذا استعنتم في ذلك بمن شئتم من الخلق، فإن أنتم لم تقدروا على أن تفتروا 10 صور مثله فقد تبين لكم أنكم كذبة في قولكم افتراه، وصحت عندكم حقيقة ما أتيتكم به أنه من عند الله، ولم يكن لكم أن تتخيروا الآيات على ربكم، وقد جاءكم من الحجة على حقيقة ما تكذبون به أنه من عند الله، مثل الذي تسألون من الحجة وترغبون أنكم تصدقون بمجيئها. إذن انتهى كلام العلامة ابن جرير رحمه الله. إذن تحدى الله القوم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أو بمثل 10 صور، أم يقولون افتراه، قل فاتوا 10 صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أو بمثل سورة أو بمثل حديث منه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله. وكان هذا العرض أشد عليهم مما هم عليه من حربه، لأنهم في حربه يؤملون القضاء عليه وعلى دعوته، أما فيما تحداهم فيه فإنهم يعرفون سلفا عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن، ومن ثم لم يحاول أحد منهم أن يأتي بمثل هذا، لأنه متيقن أن لا سبيل إلى ذلك، وأن مجرد المحاولة سيجعله مثار هزء وسخرية أمام مجتمعه، فاختاروا سبيل الحرب على شدته على الإتيان بمثل هذا القرآن. ولعل قائلا يقول: إذا أعجز القرآن القوم فلما لم يؤثر فيهم؟ الجواب أنهم أدركوا هذا التأثير وتحققوا صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وتيقنوا أن القرآن وحي من السماء. وهذا الوليد بن المغيرة الذي خلد الله عز وجل موقفه عند سماعه تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، فلما أتى ليؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي عند الكعبة، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، فوقع في قلبه أن هذا الكلام إنما هو وحي، ولا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي به من عنده. فلما رجع عند قومه في ناديهم قال لهم: إن لهذا الكلام لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما أشك أنه سحر. ولذلك قال الله عز وجل: فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، أي تفكر وتدبر وأمعن النظر في هذا الكلام الذي يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. إذن العناد حجب عنه وعن غيره من المعاندين أنوار الإيمان، والكبر حال بينهم وبين الاهتداء بهداياته، والحسد يمنعهم من التفاعل مع بلاغاته. ولذلك قال الوليد أيضا: أينزل القرآن على محمد وأترك أنا وأنا كبير قريش وسيدها؟ فلم يقبل الرجل أن ينزل القرآن على رجل كان يرعى الغنم لقريش على قراريط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى قبل ذلك: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وحين يرتفع هذا المانع أي الكبر والجحود نرى التأثير القرآني. فهؤلاء أهل المدينة لما وصلهم رسول النبي عليه الصلاة والسلام وهما مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكثوم رضي الله عنهما، وسمعوا منهما القرآن، دانت المدينة كلها بالإسلام وفتحت أبوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، قرآن يتلى كلام ربي العالمين. ومن ثم كانت لهذه المعجزة جملة من الخصائص والميزات لم تكن لغيره من الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين، نتحدث عنها في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.